السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا الدرس خاص بتلميذات وتلاميذ أولى باك آداب وعلوم إنسانية في مكون علوم اللغة بعنوان القصر. نبدأ بالتعريف اللغوي لمفهوم القصر. ففي المعاجم القصر هو الحبس والإلزام، ونتداول في كلامنا الاقتصار على هذا الشيء بمعنى الالتزام به وعدم تجاوزه إلى غيره. وإذا انتقلنا إلى التعريف الاصطلاحي من خلال هذا المثال الأول، حيث يقول الله تعالى في محكم تنزيله: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وفي هذه الآية الكريمة نرى تخصيص علم الغيب سواء في السماوات أو في الأرض بالله تعالى، فهو وحده سبحانه وتعالى الذي يعلم الغيب، وهذا الأمر علم الغيب لا يتعداه إلى غيره. وبذلك نرى أن القصر في علم المعاني اصطلاحا هو تخصيص شيء بشيء، أو تخصيص أمر بأمر بطريق مخصوص. وطرف القصر هما المقصور والمقصور عليه، فالمقصور في هذا المثال هو علم الغيب، والمقصور عليه هو الله تعالى. ننتقل بعد ذلك إلى إبراز وسائل وطرق القصر. وأولى هذه الوسائل أن القصر يتحقق من خلال أداة النفي والاستثناء. قال تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وهنا نرى أن القصر قد تحقق من خلال أداة النفي لا، ثم فيما بعد إلا. وهنا في هذه الوسيلة يكون المقصور عليه، أو يأتي المقصور عليه بعد أداة الاستثناء إلا. هنا سيكون عندنا المقصور عليه هو لفظ الجلالة الله تعالى. الوسيلة الثانية هي أداة إنما، كما في المثال الذي أمامكم: إنما العرب أوفياء. فتم تخصيص العرب بصفة الأوفياء. وهنا في عندما تكون عندنا أداة إنما يأتي المقصور عليه مؤخرا وجوبا، يعني هو الذي يأتي في نهاية الجملة. الوسيلة الثالثة للقصر هي العطف، ويكون العطف بأدوات لا أو لكن أو بل. فالمثال الأول نرى أن فيه العطف بأداة لا: صداقة الجاهل تعب لا راحة. وهنا نقول أن المقصور عليه عندما يكون العطف بأداة لا يأتي قبل أداة لا. هنا عندنا المقصور عليه تعب، وجاء قبل أداة العطف لا. ثم عندنا القصر يتحقق بأداة لكن، ويأتي المقصور عليه بعدها، كما في المثال الثاني: لا أجيد الخطابة لكن الشعر. فتم تخصيص الإجادة بالشعر، ولا يتجاوزه ولا يتعداه إلى ما سواه مثل الخطابة. إذا المقصور عليه مع أداة العطف لكن يأتي بعد أداة بعدها. ثم العطف بأداة بل، وهنا أيضا يكون أو يأتي المقصور عليه بعد بل، مثل في المثال الثالث: ما الأرض ثابتة بل متحركة. فنرى أن المقصور عليه جاء بعد أداة بل. الوسيلة الرابعة للقصر تتحقق من خلال تقديم ما حقه التأخير، كما في المثال الأول يقول الشاعر: وحياته أعطى الشهيد لقومه، أترى أجل من الحياة عطاء. فتم تقديم المفعول به حياته على الفاعل والفعل، فالجملة أصلها أعطى الشهيد حياته. ثم في المثال الثاني: نائم أنت على صدر الصخور، ولقد كنت على الزهر تنام. فتم تقديم الخبر على المبتدأ، فأصل الجملة أنت نائم على صدر الصخور.
في المثال الأخير: إلى الله أشكو أن النفس في حاجة تمر بها الأيام وهي كما هي. فتم تقديم شبه الجملة الجار والمجرور إلى الله، فأصل الجملة أشكو إلى الله. وهنا نشير إلى أن المقصور عليه يكون هو المقدم. ففي المثال الأول المقصور عليه حياته هو المفعول به، ثم في المثال الثاني المقصور عليه نائم، ثم في المثال الأخير المقصور عليه إلى الله. يبقى في الأخير أن نحدد أنواع القصر، وكما ترى في أسفل الشاشة فهما نوعان: قصر صفة على موصوف، أو قصر موصوف على صفة، وسنبين هذا من خلال الأمثلة التي أمامكم. فالمثال الأول: قال تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فنرى أن المقصور علم الغيب وهو صفة، والمقصور عليه الله تعالى وهو موصوف، إذن نوعه قصر صفة على موصوف. في المثال الذي بعده: إنما العرب أوفياء، فالمقصور العرب وهو موصوف هنا، وقصر على صفة الوفاء، إذن نوعه قصر موصوف على صفة. بينما المثال الذي بعده: صداقة الجاهل تعب لا راحة، فالمقصور صداقة الجاهل وهو موصوف، وقصر على صفة التعب التي هي مقصور عليه، إذن نوعه قصر موصوف على صفة أيضا. مثال الذي بعده: لا أجيد الخطاب لكن الشعر. هنا عندنا المقصور هو الإجادة، والمقصور عليه الشعر، والإجادة هي صفة والشعر موصوف، إذن نوعه قصر صفة على موصوف. في المثال الذي بعده: ما الأرض ثابتة بل متحركة، المقصور الأرض وهو موصوف، وقصر على صفة التحرك، إذن عندنا قصر موصوف على صفة في ذلك. ثم المثال الذي بعده: المقصور في جملة أو في البيت الشعري الأول: وحياته أعطى الشهيد لقومه. نرى أن المقصور هو إعطاء الشهيد وهي صفة، أما المقصور عليه حياته فهي موصوف، إذن نوعه قصر صفة على موصوف. في البيت الشعر الثاني: نائم أنت على صدر الصخور، فالمقصور هو أنت وهو موصوف، وقصر على صفة النوم على الصخور، إذن نوعه قصر موصوف على صفة. في المثال الأخير: إلى الله أشكو، هنا عندنا المقصور هو الشكوى، والمقصور عليه هو الله تعالى، والشكوى هي صفة، إذن هنا عندنا قصر صفة على موصوف الذي هو الله تعالى. يطلب منكم الآن أعزائي التلاميذ عزيزاتي التلميذات أن توقفوا الفيديو قليلا من أجل ملء هذا الجدول من خلال المثالين. الأول: قال الله تعالى: إنما يتذكر أولو الألباب. ثم في المثال الثاني: قال تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. يطلب منك أن تحدد لنا المقصور عليه، وسيلته يعني طريقته، هل هو بالعطف أم بوسيلة إنما، أو بتقديم ما حقه التأخير، أو بالنفي والاستثناء. ثم نوعه: إما قصر صفة على موصوف، أو قصر موصوف على صفة. بعد أن أجبت عن هذا المطلوب منك كتقويم مرحلي، يتضح لك أن المثال الأول أن المقصور هو يتذكر، يعني التذكر، ثم المقصور عليه أولو الألباب، ووسيلته إنما، ونوعه قصر صفة التي هي التذكر على الموصوف الذين هم أولو الألباب، أي أولو العقول الذين يتفكرون. في المثال الثاني: المقصور هو محمد صلى الله عليه وسلم، والمقصور عليه هو أنه رسول، يعني الرسالة، ووسيلته النفي والاستثناء، وما أداة نفي، إلا رسول إلا أداة استثناء، ونوعه قصر موصوف على صفة. هنا نكون قد وصلنا إلى استنتاج الخلاصة الآتية: القصر لغة هو الحبس والإلزام، واصطلاحا هو تخصيص شيء بشيء أو أمر بأمر،
بطريق مخصوص. طرف القصر هما المقصور والمقصور عليه، وسائل القصر أربعة: النفي مع الاستثناء، العطف بأداة لا أو لكن أو بل، أداة الحصر إنما، تقديم ما حقه التأخير. أنواع القصر: قصر صفة على موصوف، أو قصر موصوف على صفة. سيطلب منكم مرة أخرى إيقاف الفيديو وإنجاز هذه التطبيقات. بعد الإجابة عن هذه التطبيقات ستتضح لك الأجوبة من خلال هذا الجدول. شكرا على حسن انتباهكم، وإلى درس قادم إن شاء الله.